الكرام، وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية، وبيسعدنا أن يكون معنا في فقرتنا الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الجواد أبو كاب. صباح الخير أستاذ عبد الجواد. صباح النور على حضرتك. منور السادة المشاهدين. نور حضرتك. هبدأ الجولة الإخبارية، هتكلم فيها عن استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقرير الصادر مؤخرا عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. التقرير تحت عنوان جهود على طريق التنمية، أكد خلاله أن الدولة المصرية تواصل السير نحو تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، بما يتضمنه ذلك من جهود كبيرة في مختلف قطاعات الدولة سعيا لتحقيق طموحات الشعب المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق معدلات نمو تسهم في تعزيز وضع الاقتصاد الوطني وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. كما أوضح التقرير إلى أن مصر تتقدم 38 مركزا بمؤشر أكثر دول العالم أمانا عام 2021. طبعا التقرير أكبر من كده بكتير وفي حاجات أكتر من كده، لكن خليني أقف عند يعني مثل هذا التقرير، ماذا يمكن أن تستفيد به مصر؟ خلينا أقول أنه التقرير ده والتقرير التقرير التي سبقته وتقارير المنظمات الدولية في كل المجالات في الحقيقة كلها بتفوكس على فكرة الدولة النموذج، إنجاز التعبير في كل المجالات في صعود كبير جدا. يعني لو اتكلمنا على مجال المعرفة باعتبار انه مثلا يعني كنا متأخرين فيه، لا مصر هي الدولة رقم واحد عربيا وفي المنطقة دلوقتي. لو اتكلمنا مثلا على مجال الامن العام، احنا بنتكلم على تقدم كبير جدا في ترتيبنا في فكرة الامن العام رغم كل المحاولات اللي كانت بتهدف الى انه تصوير مصر على انها بلد مقلقة، بلد ما تتزارش، بلد ما تروحش للسياحة، لكن شفنا هذا التغيير الكبير. التغيير الكبير ده في الحقيقة ما بيجيش اعتباطا، وفكرة مواجهة خلينا نقول الحملات السوداء ضد هذا الوطن في مجال الاقتصاد، لان احنا بنركزش عليها، احنا شوية بنركز على الحملات في قصة السياسة، في قصة الأمور اللي هي يعني متعلقة مثلا بحقوق الإنسان والهجوم اللي بيحصل دون مبرر على مصر دايما في هذه المنطقة، لكن ما بنركزش على فكرة الاستهداف الاقتصادي. وفي الحقيقة مصر طول الفترة اللي فاتت كانت مستهدفة في مناطق اقتصادية بشكل كبير جدا. لما نتجاوز كل ده وتبقى كل التقارير إيجابية بمراحل عن مصر حتى في فكرة المعدل النمو، يعني كنا احنا ربما الدولة الوحيدة في السنة بتاعت كورونا الأولى اللي فضلنا ثابتين على معدل النمو وارتفع معدل، ما كناش بنقص يعني، لا ارتفعنا الحمد لله. ففكرة الدولة النموذج هنا ان احنا بنقدم نموذج. لما بنيجي نتكلم على فكرة مواجهة كورونا احنا بنتكلم على دولة نموذج تصدر هذا النموذج، يعني تصدير الخدمة الطبية للناس لو قعدت تفكر فيه حتى المتخصصين. احنا ما قبل هذا الأداء كان سمعة الصحة أو الأداء الطبي في مصر في قمة السوق. لما بتكلم على هذا الأداء فأنا برفع كل المستويات وبقدم فعلا تجربة مع هذا العدد الكبير ومع السلوكيات اللي اتكلمنا عنها أكتر من مرة في هذا البرنامج. لا أنا بتكلم على تغير كبير جدا في التقدير الدولي، تغير كبير جدا في النظرة للتعليم داخل هذا الوطن. وخلينا أقول إن ده جزء منه فكرة الإرادة اللي موجودة في الدولة، إنه مهما كان الهجوم على شيء جيد لا الدولة بتعمله. فكرة الطرق والكبار اللي الناس قعدت يعني تتريق عليها وتهاجمها بشكل كبير جدا، أي حد دلوقتي استخدم طريقا من اللي اتعمل بيقولك الفرق، هو بنفسه بيقولك الفرق ما بين ما قبل وما بعد هذا التطوير. جزء كبير جدا من النظرة الدولية لما يحدث في هذا القطاع مثلا ان مصر تعيد هيكلة بنيتها التحتية بالشكل الذي يمكن ان تتواصل به مع العالم الخارجي في منظومة نقل محترمة. وده هنا بتكلم على تجارة وبتكلم على صناعة وبتكلم على تنمية بشرية وبتكلم على تنمية مناطق لم تكن تصلها خدمات الا بهذه الطرق. فمجمل الاشياء في الحقيقة هي اشياء
عظيمة تحسب لهذا الوطن وتحسب لرئيسه، وأنه مصر بتعمل، أنا في تقديري أنه بتعمل نهضة غير مسبوقة تاريخيا لم يحققها حتى محمد علي على كل المجالات. ويمكن إحنا من فترات طويلة جدا إحنا ما بنلاقيش وقت نتكلم على ما يتحقق على أرض هذا الوطن، مش علشان عايزين نتوسع، لا، علشان ما يتحقق بالفعل عظيم وماشي بالتوازي وفي كل المجالات. حتى قصة مجمع السجون اللي الناس فسرته غلط، قصة مجمع السجون نحن نتحدث عن سجون آدمية، يعني الفكرة بتاعت حياة كريمة وتكافل وكرامة هي نفس ما طبق في مجمع السجون الجديد. استهداف بقى انه مصر بتبني سجون، ما لازم تبني سجون. هو مين عاجبه انه يبقى فيه سجن في الكتلة السكنية؟ مين اللي عاجبه انه يفتح شقته الصبح فيلاقي المساجين رايحين جايين وعربيات الشرطة قدام بيته وهو نازل بولاده؟ فكرة السجون داخل الكتل السكنية من اغبى الاشياء اللي كانت موجودة داخل هذا الوطن، فكرة انها تخرج برا الكتل السكنية. وده في الحقيقة من الحاجات المحترمة جدا، وده من حقوق الانسان. على فكرة اغلب دول العالم كده، يعني ما بيبقى موجود السجن جوه الكتل السكنية، داخل الكتلة السكنية طبعا. فده تغيير لوضع، يمكن هنا بس التسويق الإعلامي لهذه القصة لم يأتي مسبقا، ويمكن ما خدتش حظها من القصة. ويمكن القصص اللي من هذا النوع في الحقيقة أنا في تقدير إن إحنا بنقصر إعلامين، مش إحنا كإعلام، يعني الدولة بتقصر في تسويقها المسبق، إنه يبقى فيه يعني مثلا أو توضيحها، هي فكرة إيصال مش تسويق، توضيح الفكرة نفسها أو توضيح العمل نفسه. توضيح الفكرة وتسويقها ده مهم جدا طبعا. وده من آليات النجاح. لكن الناس هتشوف مثلا في هذا المجمع هتشوف أداء خلينا أقول آدمي بامتياز، أنه السجين بيعاد تأهيله بشكل آدمي، أنه في خدمات محترمة ما كانتش موجودة داخل السجون اللي هي داخل الكتلة السكنية. والهدف في الآخر أنه تبقى الكتل السكنية أو المواطن العادي بعيد عن هذه التجمعات. طيب أستاذ عبد الجواد، يعني يمكن المواطن المصري دلوقتي بيسمع كتير عن كلمة التنمية المستدامة. عايزة أوضح له يعني إيه التنمية المستدامة، عايزة أفهمه ما معنى هذه الكلمة. دايما لما بنتكلم على خطة التنمية المستدامة حتى نصل ل 2030 هو مش فاهم يعني إيه التنمية بالمعنى الشامل بتاعها. باختصار شديد جدا برضو عشان الناس تفهم، التنمية المستدامة تعني أن هناك ثروات على هذا الكوكب مش من حق جيل، يعني لو جيل خدها احتكرها احنا ممكن نطلع مثلا كل الغاز اللي عندنا، ممكن ناخد كل الانتاج الزراعي وما نسيبش حاجة للأجيال القادمة. التنمية المستدامة تعني يعني خلينا أقول الحفاظ على حق الأجيال القادمة في مقدرات هذا الكوكب. ودي قصة مش مرتبطة ببلد بعينها، يعني عشان كده هنلاقي ان فكرة التنمية المستدامة هي فكرة يعني او مفهوم عالمي الأمم المتحدة بتتبناه وعاملة له محاور 7. والدول في الحقيقة هتلاقي كل الدول بتشتغل على هذه المحاور وعلى هذه الفكرة. وده من المؤشرات المهمة، الحفاظ على هذا المبدأ من المؤشرات المهمة لصعود الدول وتنميتها. يمكن احنا في مصر هنا من الدول في الحقيقة اللي بتشتغل على هذا الجانب بشكل كبير جدا. ويمكن سيادة الرئيس لما بيجي يتكلم ويقول 50 و60 والأجيال القادمة، هو ده في الحقيقة التنمية المستدامة، انه يطلع عند الجيل وهو حقه في الحياة مضمون، فيما قدره الله مضمون. طيب عايز انتقل لخبر تاني، وهو يعني بيمس بشكل أو بآخر الخبر اللي احنا كنا بنقراه، والخبر خاص بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة نيفين القباج بمضاعفة إقامة المعارض على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة وزيادة عدد العارضين المشاركين فيها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ببحث ودراسة شكوى 30 أسرة منتجة. وأوضحت القباج أن الوزارة تعمل على رعاية الأسر المنتجة تسويق منتجاتها سواء اليدوية أو الحرفية أو البيئية أو التراثية عبر إقامة معارض متنوعة منذ عام 1964. عايزة أقف عند النقطة دي من ناحية المعارض. أعتقد أن المعارض الآن خليني أقول بالنسبة للشعب المصري بقت في طفرة، لأنه بقينا بنستنى المعرض،
بقينا بنتسوق من المعرض، بقينا بنثق في اللي موجود في المعرض، بنثق في المنتجات. بالعكس انت بتبقى رايح وممكن تكون انا المعرض اللي فات شفت حد فانا عايزه اروح له تاني اكمل و و و هديك مثل زي ديارنا مثلا، يعني المعرض ده اعتقد سواء بقى لما كان موجود في الساحل الشمالي او موجود في ارض المعارض، كميه الاقبال اللي عليه ده بيعكس ثقه للناس. هل هذه المعارض استطاعت ان تحل مشكله الاسر المنتجه في تسويق منتجاتها؟ لان هم كانت كل الحرف دي عندها مشكله انها مش عارفه تسوق، ودي كانت مشكلتها. ده كلام جميل. خليني هنا اتكلم على حاجتين، على هذا الامر وعلى الوزيره نفين القباشه. في الحقيقه النمور الاسيويه كيف صعدت؟ صعدت بهذه الفكره، فكره انه يبقى في منتج صغير لدى مواطن بسيط لكنه منتج موجه. المنتج الموجه ده احنا مستبدلينه هنا بضمان البيع، اللي هي فكرة ان انا بأتيح فكرة التسويق وبخلي فيه معارض دائمة ومعارض سنوية او يعني ملهاش موعد ثابت يعني، لكن بتتعمل في كل مكان. واحنا بنتكلم على معارض ديارنا في الحقيقة طفرة كبيرة جدا شهدتها الفترة الماضية، كملت الوزيرة على جهود الوزيرة السابقة، ودي من الحاجات المهمة جدا في الحقيقة انه في شكل للأداء داخل وزارة التضامن الاجتماعي. لما بيمشي وزير في وزير بيكمل بعده، ما بيبدأش من الأول أو بيهد اللي هو عمله. ده أمر مهم جدا في الحقيقة مش بيحصل في كل الوزارات. المعارض دي فتحت باب مهم جدا أمام خلينا أقول احنا بنتكلم على شقين دلوقتي، بنتكلم على الوزارة وبنتكلم على جمعيات ومؤسسات أهلية هي اللي بتبقى متولية الأسر المنتجة بشكل أو بآخر، خاصة الإنتاج ده صاحب القيمة العالية. لأن احنا عندنا منتجات مثلا منتجات العريش مثلا على سبيل المثال ومنتجات مطروح لها سوق كبير جدا مثلا على سبيل المثال في اليابان، يعني من المنتجات اللي بتطلب يابانيا بشكل كبير جدا. حرير أخميم لما كان وابتدى يرجع، يعني ميزة هذه المعارض أنه لما بيبقى فيه أمل في التسويق الناس بترجع تشتغل. فأنا بعمل تسويق للأسر القائمة، ويمكن التوجيه بتاع دولة رئيس الوزراء مرتبط بأنه في عدد كبير جدا من الأسر المنتجة اشتكوا ان هم عايزين معرض في الحته اللي عندهم او عايزين يسوقوا منتجاتهم. فالتوسع في هذه المعارض تعني ان انا بشغل الجامعات الاهليه، تعني ان انا بشغل اسر جديده بقول لهم يعني اشتغلوا في هذا المجال، تعني ان انا بستفيد من التدريب اللي بعمله للمراه المعيله وللشباب في المحافظات المختلفه. وده في الحقيقه خلينا اقول انه هذا الجهد مش منفصل، يعني لما هتكلم على الوزاره فانا هتكلم على الوزيره وهتكلم على فريقها الإعلامي المميز، وهتكلم على مستشارها الدكتور صلاح هاشم للسياسات الاجتماعية، اللي في الحقيقة هي الوزارة الصغيرة التي وضعتها الوزارة داخل كل جامعة. الفكرة المنافذ بتاعة التضامن الاجتماعي داخل الجامعات يعني خلينا أقول هي ليها ثلاث أدوار. الدور الأول إنها بتقدم الدعم للطلاب المحتاجين اللي هم تبع مشروع تكافل وكرامة، وبتعمل لهم المصروفات الدراسية. رقم اتنين إنها بتدرب وبتوعي البرامج التوعوية الموجهة للشباب والأعضاء التدريس. والتالت مرتبط بفكرة المشروع بتاع ديارنا، وهو تقديم قروض صغيرة بتسهيلات كبيرة جدا من بنك ناصر الاجتماعي للطلبة. وإذا هو أقل من 21 سنة بيبقى الضامن الأسرة، واللي أكتر من 21 سنة خلاص منه للوزارة، وأيضا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات. ودي كلها مشروعات صغيرة، يعني أنا بعمل فكر اقتصادي بيعمل تشغيل لأيدي عاملة قد لا تكون عاملة بالأساس إلا لو وجد لها هذا المشروع، ثم بسوق هذه المنتجات. في كل المناحي هنلاقي يمكن الدور بتاع وزارة التضامن الاجتماعي من الأدوار خلينا أقول الكبيرة جدا، سواء في حفظ البناء الاجتماعي لهذا الوطن، دور كبير جدا مع الأطفال الشوارع ومع ذوي الهمم. يعني يمكن في جهد كبير جدا معمول في الإخوة ذوي الهمم بشكل كبير جدا، سواء في مسألة التشغيل أو مسألة الاعتناء بيهم أو توفير حتى يعني
يعني حتى في الجامعة في ميزة توفير مرافق إذا كان الشاب أو الفتاة كفيف أو كفيفة من الناس اللي بيعملوا الخدمة العامة، من الشباب اللي بيعملوا الخدمة العامة. كمان فكرة الاهتمام بالأسرة المصرية، حتى يعني الأمر وصل إلى توفير العاملات في المنازل، يعني في جزء كده خاص في الوزارة بهذا الأمر. فهذه الوزارة أنا في تقدير إنها مجلس وزراء اجتماعي مصغر بتتحرك بشكل واعي، لديها استراتيجية مهمة جدا، ووزيرة فاهمة كويس قوي، والأهم من أنها فاهمة في الحقيقة لديها ثقة كبيرة في نفسها، ما عندهاش مشكلة أبدا أنه صاحب المشروع يتولى تسويقه ويبقى هو رقم واحد في الظهور. وعلشان كده هتلاقي لن تجدي صورة منفردة للوزيرة، دايما القائم بالعمل، وده مهم جدا في فكر الإدارة. وأنا في تقديري أنها سواء كانت هي أو الوزيرة المحترمة ترى هالة السعيد، يعني دول أبرز وزارتين بيعملوا هذا الدور. يعني لما نلاقي برضو وزارة التخطيط هنلاقي هناك بناء كوادر محترم جدا داخل الوزارة، كل حد من هذه الكوادر ينفع يبقى وزير. ونفس القصة في التضامن الاجتماعي في الحقيقة، وده ما يقللش من الوزير، بالعكس هذا هو فكر الدولة، صناعة الكوادر، اللي احنا جينا في وقت ما لقيناش كوادر. لكن وزارة التضامن الاجتماعي في الحقيقة بتلعب دور مهم جدا على كافة الأصعدة، وتحرك حقيقي، ويمكن من الأدوار المهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030. عندي كمان خبر تاني، وهو تصريح للدكتورة غدا والي. دكتورة غدا والي دلوقتي هي مدير مكتب مكافحة المخدرات والجريمة بالأمم المتحدة، وأعلنت خلال هذا التصريح عن عقد الدورة 9 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ في ديسمبر المقبل. وكتبت والي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: وقعت اتفاقية البلد المضيف مع مصر اليوم، متمنية دعم التعاون في مجال مكافحة الفساد. أستاذ عبد الجواد، ده مش أول مؤتمر لمكافحة الفساد بيعقد على أرض مصر، والحمد لله. خليني أقول إن إحنا في مؤشر مكافحة الفساد مصر كانت من واخدة درجة متدنية بعض الشيء، لكن الحمد لله استطعنا إن إحنا نقفز. لكن قبل ما أتكلم على مكافحة الفساد وجهود مصر، واحنا كلنا شايفينها ومتابعينها، جهود مصر خلال الفترة الماضية من خلال الأجهزة الرقابية المختلفة اللي عندنا، اللي هي بتقدر تلقط الفساد، ومش معنى كده ان الفساد خلص، لا، الفساد موجود لكن بنسب في كل دول العالم. لكن عايزة ابتدي بسياحة المؤتمرات، واحنا بقى لينا باع كبير جدا في سياحة المؤتمرات. يمكن احنا وقفنا شوية علشان الجائحة اللي وقفت العالم كله، لكن برجوعنا مرة تانية في ديسمبر إن شاء الله وهذا المؤتمر يعقد على أرض مصر، خليني أتكلم على سمعة مصر في الخارج في إقامة المؤتمرات. طيب خلينا نقف أن هذه هي الأمم المتحدة، وأن هذا هو المؤتمر الثالث على التوالي، مع فرق نوع المؤتمر الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ. والحقيقة لولا كورونا يعني كان هناك صعود مرعب للآخرين لشرم الشيخ. شرم الشيخ فيها محافظ محترم وفاهم، ويعني في العلاقات الدولية ما شاء الله اللي هو خالد فودة، وله فكر تنموي في مسألة سيناء. يمكن احنا كمان ما بنركزش في شغلنا في سيناء على في جنوب سيناء على ما هو خارج شرم الشيخ، لكن خارج شرم الشيخ في ملحمة تنمية حقيقية. لكن شرم الشيخ تحديدا في الحقيقة أضاف إليها كثيرا، خلينا أقول المؤتمرات المهمة اللي اتعملت فيها ومنتدى شباب العالم. يعني وانا من الحاجات اشتقنا له، صحيح، خليني اقول لك اشتقنا له، من الحاجات اللي بسطاني انه طالما ابتدت كده فيعني ان شاء الله في امل، يعني ان هو هي جائحه، يعني هو توقف مع انه بقت سمعته عالميه كبيره، لكن الجائحه وقفت كل حاجه. صحيح. للاسف، صحيح، ظروف السفر وكده، صحيح. لكن ايضا احنا خلاص، يعني انا في تقديري انه هذا المؤتمر هو اعلان من الامم المتحده ان كورونا لن توقف فكره التواصل، لان كمان كان في نشاطات للأمم المتحدة في أفريقيا خلال الأسبوعين اللي فاتوا في مجال البيئة. لكن أهمية هذا المؤتمر كمان أنه زي ما حضرتك تفضلتي أنه إحنا عملنا مؤتمر قبل كده لمكافحة الفساد في أفريقيا، كانت الرقابة الإدارية كان في شرم الشيخ وده
في الحقيقة دور، يعني خلينا أقول دور مغاير ومختلف ومتنامي للرقابة الإدارية. يعني الرقابة الإدارية مش فكرة الضبط فقط، لا، فكرة التأصيل لمكافحة الفساد، إنه يبقى فيه عندنا معهد للتدريب، ويمكن الناس بتتسابق في خطة حكومية لتدريب الناس على المكافحة، حتى مش اللي شغالين في الرقابة الإدارية، لكن اللي شغالين في وظائف تتيح لهم ان هم هو يستطيع ان هو ما يبقاش في فساد عنده في إدارته، لانه هي القصة بتنتهي كده، ما بتنتهيش انه يبقى في قانون وأجهزة رقابية، لانه في حد ممكن يرتكب الفساد وهو مش فاهم. ويمكن شفنا قصة الرقمنة كيف استطاعت انها تقضي، انا في تقديري، على اكتر من 50% من الفساد الذي كان موجودا، لانه الآلة لا تعرف الفساد. يعني المؤتمر ده مهم جدا كمان، لانه احنا بنتكلم على يعني خلينا اقول عدد كبير جدا من القضايا، بنتكلم على تطوير اساليب التحقيق في قضايا مكافحه الفساد، بنتكلم على مكافحه الاتجار بالبشر، بنتكلم على مكافحه غسيل الاموال. دي مهمه، غسيل الاموال، لانها دي يعني اعتقد انها جريمه عالميه، لانها وداخل فيها ارهاب وحاجات كتيره. صحيح. يعني على غسيل الاموال، فانا بتكلم على جماعات ارهابيه طبعًا. بتكلم على مافيا فساد، وبتكلم على جريمه منظمه، لانها ليها شق دولي كبير جدا. ومصر ليها، يعني خلينا اقول حتى في الفتره اللي فاتت، يعني يمكن الاسبوع اللي فات، من القضايا الكبيره اللي اتظبطت في غسيل الاموال، كانت واحده من اهم القضايا. بتكلم كمان على الامن الرقمي والامن السيبراني، وبتكلم على دور المراه في هذا المؤتمر، هيتكلم على دور المراه في مكافحه الفساد، والأهم في الحقيقة دور الرياضة. ويمكن طالما اتكلمنا على دور الرياضة، يعني أداء الدكتورة غادة والي في الحقيقة عاد إلى الأذهان العصر الذهبي للمرأة الدبلوماسية في الخارج. يمكن يعني في أسامي كتير جدا، يعني يمكن أبرزهم السيدة ميرفت تلاوي في الحقيقة، لكن غادة والي لما مسكت المكتب ما كانش حد متوقع مثلا أن يكون الأداء بهذا، خلينا أقول بهذه العظمة. يعني إذا كنا بنتكلم على الدولة النموذج، فهي المرأة النموذج. يعني الاتفاقية المهمة اللي عملتها مع الفيفا في الفترة اللي فاتت علشان مكافحة الفساد داخل الاتحادات الرياضية في العالم، وده أمر مهم جدا، لأن يعني عدد كبير جدا من اتحادات الرياضة أو المافيات في الرياضة في دول العالم، خاصة دول العالم الثالث، في الحقيقة فيها وقائع فساد كبيرة جدا. ويمكن الفيفا نفسها كان فيها فساد، ما احنا شفنا قضية الفساد صحيح بتاعتهم. صحيح. يعني ويمكن برئيسها، يعني بكله. صحيح. يعني ما وجزء من أزمتنا جزء من أزمتنا في مصر، في النتائج الفضائحية اللي بنعملها مرة في روسيا ومرة في اليابان في الحقيقة، جزء منه أنه في مافيا مسيطرة على الرياضة في مصر في الحقيقة، وهم يعني نفس الأسامي، يعني من 50-60 سنة 40 سنة 30 سنة هم نفس الأسامي، بيدوروا بعض. طب روح أنت درب المنتخب ده وعلق عليه بالليل في البتاع، طب نعمل احنا اللعيبه ونبيع ده، طب هاجم صلاح عشان يعني صلاح مش بيكلمنا كويس. فكره الفساد في الرياضه ده انا في تقديري مهمه جدا، لانها كمان لما اتكلمت مع الفيفا اتكلمت على جزئين، مش مكافحه الفساد بس، لكن ايضا يجب ان تقوم الرياضه بدورها في مكافحه المخدرات، وفي خلينا اقول التسويق للقضايا الانسانيه المهمه. فاحنا عندنا هنا مؤتمر مهم، وعندنا مهم جدا وزيره يعني او دبلوماسيه مصريه مخضرمه وكبيره، وفي تقديري ان ده عوده حياه المؤتمرات الى مدينه شرم الشيخ. يا رب، يعني يا ريت يا ريت، ومنتدى الشباب بقى يرجع تاني بقى، يا ريت يعني ان شاء الله. يعني كنا بنستناه وبنستمتع يعني بيه. بنناشد السيد الرئيس يا ريت. والله انا معاك، يعني انا كنت بستمتع، وجلسه اسال الرئيس والحوارات اللي كانت بتبقى موجوده، يعني كنا بنستمتع. عايز اقول لحضرتك ده فارق كمان مع الشباب الافريقي ومع شباب طبعا العالم، لانه هي مش فكره ان هو بيجي مؤتمر، هي فكره ان هذا اصبح المؤتمر الدولي الاول للشباب. صحيح في كامب بيتعمل في روسيا، لكن مش بالطعم المصري. يعني دايما الدول بتعمل هذه المؤتمرات او هذه التجمعات باغراض، يعني مؤتمر الكشف الكبير العظيم اللي بيتعمل في الولايات المتحده الامريكيه محدش بيسمع عليه، هي فكره الحياد المصري، فكره ان كل حد جاي مؤتمر الشباب ده هو جاي وعارف ان هو شريك في المؤتمر وليس مدعو، وده بنشوفه في الحقيقه من التسويق اللي عمله. بتبقى ثريه جدا، ويعني بتبقى فعلا
لا مؤتمر مبهج كده يعني كمان، وأفضل ما سوق مصر في أوساط الشباب والعالم. صحيح صحيح. طيب بما أني هتكلم على المؤتمرات وعودة شرم الشيخ، أنا عندي خبر حلو جدا. الخبر بيقول أنه قررت السلطات البريطانية رفع اسم مصر من قائمة الدول الحمراء الممنوعة من دخول البلاد بسبب إجراءات فيروس كورونا اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل، حيث أوضح الوزير النقل البريطاني جراند تشابس أن هذا يعني أن الأشخاص العائدين من 8 دول ممن شملهم القرار من بينهم مصر لن يضطروا الآن إلى البقاء في الحجر الصحي بالفنادق، ولن تكون اختبارات البوليميراز معرفش ده ايه مطلوبة للمسافرين المحصنين بكامل العائدين إلى انجلترا. اختبارات الفيروس نفسها اما انا معرفهاش، ما هما بس غير البي سي ار يعني؟ لا لا هي البي سي ار بس ليها اسم تاني يمكن. طيب مصر اتشالت من القائمة الريد زون اللي احنا عارفينها، وكان بس عشان اوضح للناس ان مصر كانت في قائمة. صحيح الاعداد بالنسبة لنا ما كانتش زي الاعداد برا، لكن كنا موجودين في القائمة. ليه عشان اقول لكم ليه، بس لان احنا ما بنتبعش الاجراءات الاحترازية. يعني احنا في قائمة لان احنا مش تقصير من الدولة او ان الناس او الفاكسين، لانه هما بيختبروا الناس قادرة تستوعب مشكلة الفيروس قد ايه ولا لا. صح ولا غلط؟ صح. نكون معترفين قصة الوعي وقصة يعني انا عايز اقول انه في الحقيقة حتى النخبة اللي هي كريمة المجتمع بتتفاخر بكسر القواعد الالتزام. يعني كم الافراح اللي بيتنشر بهذا الاداء، كم ان يعني ما تطلع مثلا يعني رموز في البلد كده، رموز فنيه وثقافيه، وتطلع احنا ما بنخافش من فيروس، الفيروس يخاف مننا. ده كلام في الحقيقه ما يعملوش حد عاقل. يعني فكره شيطنه الجهود المصريه في قصه كورونا ده في الحقيقه انا في تقديري ان اي حد يعمل كده لازم يتحاسب. يعني احنا برضو في الضبط والربط في المترو مثلا على سبيل المثال، بتبقى الاستاذه سناء منصور شغاله زي الفل، وانه المخالف هياخد 50 جنيه ولا هياخد غرامه. في الحقيقه ولا اي حد بياخد غرامه ولا اي حد داخل بكمامه. يعني انا ببقى داخل بلاقيني انا الوحيد اللي غريب واثنين ثلاثه التانيين. الفكره هنا انا في تقديري انه لازم نطبق القانون ده. يعني حصيله موارد عامه ناخدها من هذه النقطه، والناس في الحقيقه للاسف في العالم كله لا تلتزم الا بتطبيق القانون. يعني انا احط قوانين زي ما انا عايز، لو ما طبقتوش هيبقى عندي مشكله. ويعني في الامر ده بالتحديد في تطبيق الاجراءات الاحترازيه لابد ان تطبق الغرامه بالكامل على الجميع، لانه ده اذا احنا هناخدها اولا صحه للمواطنين، واجهه محترمه للبلد، وفي الاخر حصيله دخل محترمه. يعني انا لو تقديريا كده البلد مش هتلم اقل من 20 30 مليون في القاهره لوحدها. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، سيبك من الغرامه و هناك يعني هل انا لازم اجبرك ان انت تروح تاخد التطعيم؟ ما هو خلاص التطعيم ده بقى هو الحل الوحيد للوقايه الان. طيب في ناس لغايه دلوقتي عندها حاله نكران انه في فيروس وفي ده. يا جماعه لازم نطعم، لانه اللامبالاه بقت سلوك. طالما المبالاه سلوك اذا لازم تجبر الناس. والناس بتجبر ازاي؟ ما هو حضرتك انت دلوقتي خلاص كل اللي داخل الدراسه هيطعم. والجامعات بتطعم من جواها كل جامعه. هي كله الدوله كان الرهان ان الدوله هل تستطيع التوفير. الدوله وفرت كل الانواع كمان موجوده وفي كل الحتت. فهي الفكر هنا اللامبالاه هي دي المشكله الاكبر في الشارع المصري دلوقتي، انه كل حد بيعمل حاجه وهو مش مبالي بالعواقب. ليه؟ لان من امن العقوبه اساء الادب. وهقول لحضرتك تاني انه القوانين لابد ان تطبق. اذا انا عارف ان انا داخل المترو وانا من غير كمامه وهدفع 4000 جنيه، انا عايز اقول لحضرتك انا هحط في كل جيب من جيوبي كمامه. اللي بيخالف في الشارع لما بيشوف الاشارات الجديده اللي معموله اللي هي بتنور على طول دي، انا عايز اقول لحضرتك قمه الانضباط طبعا بيجي قبلها. فهي فكره. وبالمناسبه الدول المتقدمه كلها مش منضبط عشان المواطن منضبط،
ما بنشوف الولايات المتحدة الأمريكية عندما ينكسر مربع الانضباط أو مربع السيطرة الدنيا بتهيج. أنا لازم أختم بس عايزة أحكي حكاية صغيرة. أنا كنت بتفرج النهاردة قبل ما أجي على تقرير على السي إن إن. كانت هناك ناس داخلين مطعم، التقرير معمول كده، ناس داخلين مطعم وكانوا اعتقد في كاليفورنيا، ورفضوا البوليس تدخل، رفضوا ان هم يوروا ان هم متطعمين مش كمامه، يعني هو الراجل ماشي عادي ان هم متطعمين، واصروا ان هم ما يدخلوهمش المطعم، لازم نوريهم ان هم متطعمين. في سي ان ان الراجل المذيع في نيويورك فابتدى يحكي على الموضوع ده، قال لها طيب انت ليه بتتكلم، ما تيجي بقى نيويورك وتشوفي ان انت ما تقدريش تتحركي غير بالابلكيشن اللي بيوري ان انت مطعمة. خلاص ده بقى امر واقع في حياتنا لازم الناس تقبله، لان هو مش القصه ان هو مش عايز، هو القصه ان هو ممكن يبقى حامل يحمي غيره بالظبط، يعني غيره يعني ممكن في ناس تتاذى يعني. صحيح. أستاذ عبد الجواد أبو كاب أنا بشكرك شكرا جزيلا على قراءتك معانا ونورتنا. ربنا يخليك. مشاهدينا الكرام بكده بتكون انتهت جولتنا في عناوين الصحف والمواقع الإخبارية. هنسيب حضراتكم مع تقرير عن مواصلة فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية السيد الرئيس الجمهورية لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة. نتابع. شهدت كافة محافظات الجمهورية وجودا مكثفا لمبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول العام. شوادر منتشرة في كل مكان أقيمت بالتنسيق بين مديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وكبار الموردين وأصحاب المكتبات الكبرى، ضمت كافة أنواع المستلزمات المدرسية بجودة عالية وبنسبة تخفيض تتجاوز 30%، وهو ما أدى إلى إقبال كبير من أولياء الأمور لتلبية متطلبات أبنائهم المدرسية. المبادرة التي أطلقت فعاليتها في 9 من الشهر الجاري وتستمر على مدار شهر كامل، يشارك فيها 713 منفذا وفرعا وسرادقا لكبار الموردين وأصحاب المكتبات ومصانع الزي المدرسي والسلاسل التجارية. وللتيسير على المواطنين في الوصول إليها وضعت أسماؤها وعناوينها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، كما تتميز المنتجات المعروضة بأنها مصرية بجودة. المستلزمات المدرسية نجد أنها تتسم بالوفرة، فيستطيع المواطن أن يشتري ما يلزمه من متطلبات أبنائه المدرسية دون تحمل أعباء إضافية، فالأسعار في متناول الجميع، وهو ما يحقق مسعى وزارة الداخلية من تلك المبادرة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع بداية كل عام دراسي جديد. لقينا المبادرة على سيادة الرئيس وبنشتري، لقينا الأسعار جميلة فلقينا فرق فعلا في السعر. يعني هي مبادرة كويسة جدا وأسعارها مخفضة وعاملين تخفيضات جميلة بيحاربوا الغلاء. مبادرة جميلة جدا والأسعار في المتناول. تنظيم المبادرة بهذا الشكل المميز والانتشار الكبير في كافة المحافظات إنما يؤكد على النجاح الكبير الذي تحققه وزارة الداخلية في تحقيق أهداف الدولة المصرية، والتي يأتي من ضمن أولوياتها دعم ومساندة الأسر المصرية في كافة المناسبات. صراحة دخلت انبسطت جدا، فرق أسعار هايل ما بين هنا هو وما بين بره أي مكتبة عادية. كل حاجة هنا كويسة وأسعار كويسة وبيع كويس وحاجات يعني في منتهى الجمال. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.